جابك هنا؟ راجع بيتي. انت نسيت ان انا لسه على ذمتك؟ كنت فاكره انه ممكن يتجوزك. لو كنت طلقتني. غلطانه. مفيش راجل يتجوز واحده خاينه حتى لو خانت عشانه. يا هانم، الخيانه مش مجرد حادثه، دي طبيعه. للدرجه دي بتتشافى فيا؟ كنت متاكد ان ده هيحصل، وكنت مستني لما يزهق منك ويرميكي زي عقب سجاره دخنها ودسها بجزمته. وانت عارفه اني مش لمام سبارس. انا داخل اغسل وشي لان عينيا اتوسخت لما شافتك. عايز لما اطلع ما الاقيكيش هنا، فاهمة؟ حسين، انت لازم تقتله. ياه، اقتله مرة واحدة؟ لو كنت بفكر في القتل كنت قتلتك انت ومن زمان. انا واثقة لو عرفت هو مين وهيتجوز مين هتوافقني على كل حاجة أقولها لك. مش عايز أعرف حاجة لا عنك ولا عنه. ما قلتوليش ايه اللي رجعكم كده بعد شهرين؟
انتوا كنتوا رايحين تقعدوا 3 سنين. في ايه يا حسين؟ حصل حاجة؟ ما تتكلمي يا زينب. اتكلم اقول ايه؟ اقول ان اخوكي كان حابسني في شقة ليل ونهار. طيب احمدي ربنا انها كانت شقة مكيفة وفيها كل حاجة. ما هي البلاد دي كده يا زينب، واللي بيروح بيكون عامل حسابه. انا شرحت لها كل حاجة قبل ما نسافر وفهمتها ان الحياة هناك صعبة ووافقت على كده. ما انت السبب في ده كله. هو احنا كنا مسافرين هناك ليه؟ مش عشان نصلح حالنا المايل ده؟ ودلوقتي بعد البهدلة اللي بهدلتها انا هناك عاوز تطلعني غلطانة برضه. يا ساتر عليك، ده انت بقت عيشتك تطهق. اف ده مش معقولة. معلش يا حسين، يمكن اعصابها تعبانة شوية من السفر. سيبك منها، دي ما بيعجبهاش العجب. المهم ازيك انت يا مرفت؟ وحشاني يا عمري. عامله ايه في الكليه؟ الحمد لله. شوفي كده. ايه ده يا حسين؟ معلش اللي قدرت اجيبها لك. لو كنت قعدت مده اطول كنت جبت لك حاجه احسن. البسيها كده. الله، بس دي باين عليها غاليه قوي وانت ما لحقتش تعمل حاجه. أنا عندي أغلى منك، ده أنت اللي فاضلة لي في الدنيا. ربنا ما يحرمنيش منك. أستاذ حسين، في واحد منتظر حضرتك جوه. مين؟ مدحت. حسين أهلا حبيبي. أهلا. إزيك يا حسين؟ أهلا. إزيك يا مدحت؟ اهلا اهلا. وحشني يا مدحت. اهلا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت اتغيرت قوي قوي. ازيك انت يا حسين؟ وحشني قوي. ياه، لسه زي ما انت، ما اتغيرتش فيك حاجه خالص. اهلا يا مدحت، وحشني. انت فين يا سيدي المده دي كلها؟ كنت في اوروبا. اوروبا حته. اتفضل اتفضل. اول ما رجعت من السفر رحت لك البيت القديم، قالوا لي انك عزلت وما يعرفوش عنوانك. المهم عرفت انك بتشتغل هنا. كنت عاوز اشوف الايام عملت معاك ايه. اتجوزت وعزلت. ألف مبروك. ايه وانت عامل ايه؟ اتجوزت ولا لسه؟ هو احنا برضه وش البهدلة دي يا سحس؟ وحشني، وحشاني مصر كلها. بالحق أختك العفريتة زيها دلوقتي. أوه دي كبرت دلوقتي وبقت في بكالوريوس فنون جميلة. والله مش معقول. لكن طالعة شاطرة زيك يا حسين؟ لا أشطر بكتير، ده أنا متوقع لها السنة دي على الأقل جيد جدا بإذن الله. خد الوز بقى. أنت وراك إيه؟ والله حسين أنا كان. لا اسمع بقى، أنت هتعمل لي مهم دلوقتي. انت تيجي تتغدى معايا وبالمره تتعرف على مراتي وتشوف ميرفت. ما عندكش فكره هتفرح قد ايه لما تشوفك. الأمان. ألو مدحت. مش معقول، ازيك؟ كنت فين المدة دي كلها؟ ازيك يا ميرف؟ وحشاني قوي. ياه، ده انت فعلا اتغيرتي وحلويتي زي ما قال اخوكي. انا لسه معايا صورتك بالضفاير. انما ايه ده كله يا مدحت؟ شكلك نضف قوي. الله، يعني انا كنت وسخ زمان ولا ايه؟ سامع اختك يا عم. على عموم ربنا يسامحك، ما انا عارفك. كفايه هزار بقى، وتعالى اما اعرفك بحرمنا المصون زينب. اهلا يا فندم. اهلا. ده ايه الادب اللي نزل عليك ده؟ مدحت صديق الطفوله، اشقى واحد عرفته في حياتي. واخيب واحد يا مدام. كنت دايما محتفظ بلقب الاخير في الفصل، وجوزي كل سنه كان يطلع الالفه ويكتب اسمي على التخت ويحطه قدام منه مليون شقي جدا علشان اخد العلقه المحترمه. تستاهل يا سي مدحت، ولو انها ما كانتش بتحوق فيك. يا سلام، الواحد كان محروم من الاكل اللذيذ ده والله. وما وحشكش يا اخويا الكشري ابو دقه ولا سندوتشات الطعميه اللي كنت بتخطفها مني؟ نعم. ولا العجوه اللي كان مالي بيها جيوبه وما يحللوش ياكلها الا في الحصص. بلاش فضايح بقى، ما تصدقهمش يا مدام.
ما قلتلناش يا مدحت عملت ايه في اوروبا عشان ترجع بيه بالشكل ده؟ تعبت. تعبت كتير قوي يا ميرفت. اشتغلت في كل حاجه. وياما ضاقت الدنيا في وشي. وكذا مره فكرت اني ارجع. لكن حاجه غريبه. لما كانت الدنيا تسود في وشي كنت افتكرك يا حسين. يا سلام. اشمعنى؟ انت عارف اني ما سافرتش الا بعد ما تعبت قوي. وما كانش قدامي غير هدف واحد. اني اجمع ثروه واعوض بيها فشل السنين اللي فاتت كلها. بس كان في كابوس دايما بيطاردني اني ارجع فاشل زي ما رحت. ولاقيك نجح. كان دايما المرحوم ابويا يعيرني بجوزك يا مدام. قد كده كنت شاطر وانت صغير؟ امال لما كبرت يعني؟ هو انت يا مدحت ناوي تقعد هنا ولا هتسافر تاني؟ لا يا ستي، عقبال املتك أجر مكتب في شارع قصر النيل دافع فيه 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ده انت لازم هتشتغل في حاجة كبيرة قوي. والله انا عملت برا علاقات كويسة واشتغلت مع شركة كبيرة قوي لها فروع في معظم انحاء العالم. بتشتغل في ايه الشركة دي يا مدحت؟ في المساكن الجاهزة. المساكن الجاهزة؟ ايوه يا فندم، في المساكن الجاهزة. بالمناسبة حسين قال لي انك في فنون. قسم ايه؟ ديكور. هايل، يعني هتقفي جنبي. اسمعي، تقدري تعملي لي ديكورات مكتبي؟ امال يا استاذ، دي مهندسه ديكور درجه اولى. والله يا اخي انا خايف تطلع خايبه ولا لا. وبعدين بقى في التلبيخ بتاعك ده، انتوا الظاهر واخدين على بعض قوي. اهو طول عمرهم كده زي اللي فوق روس بعض كده. ده كان ساعات يجي لنا مخصوص عشان ميرفت تتريق عليه. خلينا عمليين يا جماعه. ايه رايك افوت عليك بكره الساعه 2 في الكليه واخدك معايا؟ هتاخدني على فين؟ ما تخافيش كده، هاخدك على المكتب علشان تتفرجي عليه وتبتدي تشتغلي. بالحق يا سحس انت ما جبتش عربيه ليه لغايه دلوقتي؟ انا شايف ان المواصلات بقت صعبه قوي في البلد اليومين دول. عربيه؟ الله يسامحك. الله، هو انت مش مدرس انجليزي ولا ايه يا سحس؟ طب ده انا سامع ان المدرسين اليومين دول بقوا احسن من الدكاتره. كل واحد فاتح عياده تدريس في بيته وبيكسب ده. الا احنا يا استاذ مدحت، الناس خيبتها السبت والحد واحنا خيبتنا مش على حد. والله انا شغلتي مدرس مش تاجر مخدرات. ما تتحمقش قوي كده. الله يجازي شطارك يا حسين، ما تغيرتش فيك حاجه خالص. اهو مدحت ده كان اخيب تلميذ في الفصل. تصور انه صيف في الثانويه العامه 3 سنين ويوم ما نجح نجح بالاقدميه، بس ما جابش مجموع يدخله الجامعه. ويعني هما اللي دخلوا الجامعه عملوا بيها ايه؟ اللي بيكسبوا مدحت في يوم بتكسبه انت في سنه. هو البلوى ده لسه هنا؟ خليه مكانه يا اخي. بيعه اهو نستفيد بتمن، مش احسن ما هو مركون كده؟ هبيعه ازاي يا زينب؟ ده من ريحه المرحوم ابويا. يا ريته كان ساب لك حاجه عدله يا اخي. زينب اهو ده اللي انت فالح فيه، حمايه على الفاضي. يا ريتك كنت طلعت خايب زي صاحبك، على الاقل كنا عشنا احسن من كده. ده انت مش مكفيك التعب اللي بتعبه. يا ريته كان بفايده. انت ناسي ان فصلي احسن فصل في المدرسه؟ يا فرحتي. يعني انت خلاص الفلوس بقت كل حاجه عندك؟ ما بقاش في قلبك مكان لحاجه تانية؟ حسين اخوكي مش سعيد في جوازه. عرفت ازاي؟ واضح انهم مختلفين عن بعض في حاجات كتير. هما بقالهم قد ايه متجوزين؟ 5 سنين. ولحد دلوقتي ما خلفوش؟ يظهر انهم مش عايزين. ها ايه رايك؟ هايله يا مدحت، بس لقيتها ازاي دي؟ الفلوس. الفلوس تلاقي بيها كل حاجه، ولا انت مش معايا في كده؟ اوعى يكون حسين لخبط مخك. يا ريت الناس كلها زي حسين. بقول يا مربت، المكتب لازم يكون مودرن، مودرن جدا، شيك. الالوان تكون فاتحه. انت عارفه اني هتعامل مع رجال اعمال كبار. باختصار المكتب لازم يحلهم بالثقه.
على العموم قبل ما نبتدي هعرض عليك كذا تصميم وانت تختار اللي يعجبك. انا عارف ان ذوقي جنان. سيبك من الكلام ده وبطل بكش. انت نسيت ان احنا متربيين مع بعض؟ لا ما نسيتش، بس صدقيني مش هقدر انصب عليك المره دي. زمان كان ممكن لكن دلوقتي صعب. يا مدحت انا اتاخرت قوي، لازم امشي دلوقتي. مش هتيجي معايا البيت؟ لا، لاني اصلي انا عندي ميعاد مهم هنا. يا ريت تبلغي حسين اني هفوت عليه بكره الساعه 5. سعيدة يا مدام. اهلا. ايه ده كله يا مدحت؟ انت ليه عامل تكليف كده؟ يا ستي دي حاجه بسيطه. الله، هو حسين لسه ما جاش ولا ايه؟ زمانه جاي. معلش انا جاي قبل الميعاد بنص ساعه. اهلا وسهلا بيك في اي وقت، ده بيتك. ميرسي. تحب تقعد في الصالون ولا في الفراندا؟ متهيألي الفراندا احسن. اتفضل. اتفضل. عشان النهارده هدوقك طبيخ ايديا. يا ساتر، يعني اعمل حسابي على غسيل معده النهارده. يا سم. انا سعيد جدا بمعرفتك، ما كنتش اعرف ان حسين ذوقه حلو كده. ميرسي. انت اللي ذوقك هايل يا مدحت. يا ترى انت اللي بتختار هدومك بنفسك؟ طبعا. برافو، امال ما علمتش حسين ليه؟ دي اخر حاجة افكر فيها هي اللبس. حسين طول عمره كده كان دايما يقول ان المضمون اهم من المظهر. المفروض الواحد في الزمان ده لازم يهتم بمظهره، يعني هو ما يبقاش كويس الا اذا كان مبهدل. كل واحد وله تفكيره في الحياة. للأسف انا طريقة حسين في التفكير ما بتعجبنيش. حسين ابن حلاله طيب، بس يمكن انتي ما قدرتيش تفهميه. انا انا ياما غلبت معاه، لكن اعمل ايه، مفيش فايده. طب ايه رايك بقى، انا عندي عرض كويس لحسين، بس عاوزك تساعديني عشان يقبله. عرض ايه؟ شوفي يا ستي. مساء الخير يا مدحت. انا اسف اتاخرت عليك. لا ابدا. الله، ايه يا عم الشياكه دي كلها؟ امال ازاي يا مدام بتقولي ان جوزك مش مهتم بلبسه؟ ها ده بس في المناسبات. وهي يا ترى المناسبه النهارده؟ باركت لي يا سيدي، اترقيت مدرس اول، وتلامذتي كانوا عاملين لي حفله شاي. الف مبروك. الله يبارك. ويا ترى الترقيه دي بقى هتزيد فيها كام ان شاء الله؟ كام هي يا زينب؟ دي ترقيه ادبيه. ادبيه؟ ها، اتاريك جاي فرحان ومزقطط قوي. تموت انت في المسائل الادبيه دي. اما كانت حته حفله مدحت، يا رجعتني لايام زمان. اقوم انا اشوف ميرفت بقى عملت ايه في المطبخ. لحسن انت كلامك ده ان شاء الله هيجيب لي الضغط. شفت الهديه اللي الولاد قدموها لي؟ يا سلام يا مدحت، قد ايه بحب تلامذتي. ما عندكش فكره عن فرحتي لما قدموها لي، مع انها حاجه بسيطه لكن تاثيرها كان كبير قوي عليا. زي كل مرة جاتك خيبة وقاعد لي في أول صف. قوم امشي ورا خالص، ورا خالص، وحط وشك في الحيط. والله عمرك ما أنت نافع. حسين عبد القادر عفيفي. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، فرق بين السماء والأرض. يا ابني أنا مش فاهم إيه اللي معادك جنب ولد خيبان زي ده. أنصحك يا ابني ابعد عن الولد ده خالص. اقرا موضوعك يا حسين. وانت يا سي زفت اسمع الدورة اللي كاتبها زميلك. لا، وانت حاطط وشك في الحيط. صارت برضو، وانت كل سنة تسقط تسقط. اشمعنى حسين ابن عبد القادر ينجح؟ هو انت أقل منه؟ وإيه يعني ألم؟ ألف ألم كمان. العبرة مش في الألم يا مدحت،
العبرة في معناه. ده له مغزى كبير قوي عندي. شيء عظيم انك تحس انك انسان ناجح. النجاح يعني فلوس. اتفضل. انت هتعمل زي زينب؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما بقاش على لسانكم غير الكلمة دي؟ هي دي لغة العصر. اسمع بقى. سيبك من الفلسفة الفارغة دي واسمع انا هقول لك ايه. لا! أنا مش موافق. أنا ما بفهمش في الحاجات دي. يا سيدي هفهمك على كل حاجة. دي كلها عملية بسيطة. كل اللي أنا محتاجه واحد أثق فيه وبس. ومش هلاقي أحسن منك. ما تفكر كويس يا حسين. أفكر في إيه بس؟ أنا راجل مدرس. ما بفهمش غير في التدريس. يا أخي وإيه اللي خدامني التدريس؟ اسمع. أنت بتاخد كام في الشهر؟ 100 جنيه؟ يا ريت. دول كلهم 58 جنيه عمر. هديلك فوقهم 200 جنيه. يا جماعة. حاولوا تفهموا وجهة نظر حسين. وحياتك يا مرفت اسكت انت ما تدخليش خالص. لو سمحتوا يا جماعة قفلوا على الموضوع ده. لا مش هقفله. بصراحة بقى يا حسين انا من ساعة ما قابلتك وانت حالك مش عاجبني. غرقان جوه نفسك وبس. ومش حاسس بأي حاجة من اللي بتجرى حواليك. الدنيا كلها اتغيرت وانت زي ما انت. يا حسين انت دلوقتي مش صغير. انت بقيت راجل مسؤول. صاحب بيت وعندك التزامات. ثم انت لازم تفكر في بكره يا حسين. الوقت بيسرقنا والفرصه ما بتجيش غير مره واحده بس. اسالني انا. صدقني انا بفكر في مصلحتك زي مراتك تمام. احنا عاوزينك تتغير وتبتدي تبني نفسك وتسيبك من المثليات الخايبه اللي ما عادتش تسوي اي حاجه في الزمان ده. شوف يا جماعه الكلام اللي بتقولوه ده انا فاهمه كويس. فاهمه كويس قوي. ده تعبير عن وجهه نظر كترت قوي للاسف في الزمن ده. بس مش كده ولا هيبقى كده. لاني مش مستعد عشان اكسب فلوس اخسر نفسي. نفسي نفسي؟ هو انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي نفسي؟ هو الراجل غلط لما طلب انك تشتغل معاه؟ انا مبسوط كده. بس انا بقى مش مبسوطه كده. بصراحه بقى انا خلاص فاض بيا. تقدر تقولي لي ناقصك ايه؟ كل ده ما انتش عارف ناقصني ايه؟ تعال شوف اصحابي عايشين ازاي. بلاش اختي جمالات تعال شوف جوزها عامل عشانها ايه. مسكنها في فيلا عندها عربيه عندها اتنين شغالين معيشه في مستوى اسياد البلد لدرجه انك انت شخصيا بتتكسف تروح تزورهم. لا وانت السادة انا مش بنكسف انا بقرف. بتقرف؟ ايوه. انت عارفه ان جوزها موظف عادي يعني ماهيته ما تزيدش عن 40 50 جنيه. تقدر تقولي لي معيشها العيشه دي منين؟ ما سالتيش نفسك السؤال ده؟ وماله شاطر شاطر. هي السرقه والرشوه بقت شطاره عندكم؟ اهو ده اللي انت فالح فيه. كل الناس عندك وحشين وحراميه. والله بقى انت اللي فتحت السيره. انا طول عمري ماليش دعوه بحد. وانا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك اتجوزت راجل على قد حاله ما عندوش استعداد يبيع نفسه. وهو اللي عرضه عليك مدحت ماله. ما هو شغل زي اي شغل. انا ما احبش حد يعطف عليا. يعطف عليك ده ايه يا عبيط؟ ده هو اللي محتاج لك اكتر ما احنا محتاجين لفلوسه. والله بقى محتاج لي مش محتاج لي انا مش هعمل اي حاجه انا مش مقتنع بيها. مش هشتغل في اي شغلانه ما فهمش فيها لمجرد ان انا اجيب فلوس. اه يبقى انت عاوز تنقصني. عاوز تموتني نقص عمر. اه ما هو مفيش غير كده. لا انت عاوز تدي دروس ولا عاوز تشتغل لك شغلانه عليها بطلق. ما تفهمني انت عاوز ايه بالظبط. ايه ازاي الحاله يا باشمهندس؟ كله تمام. ان شاء الله هتستلم مكتبك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. وجوه اخباره ايه؟ فكرتني. تعالى معايا. أنا قلت أخلص لك أوضتك الأول عشان تقدر تشتغل فيها. إيه رأيك يا مدحت؟ برافو. هايل. جنان. أنا مش مصدق. بقى البنت الصغيرة المفعوصة دي يطلع منها كل ده. هنلدغ تاني؟ أنا كنت فاكرك طالعة لأخوكي. بتاع الكلام وبس. مدحت، أنت ليه مش عايز تسيب حسين في حاله؟ لأني بعتبره زي أخويا بالظبط. نفسي اساعده. لكن حسين مبسوط كده. بس متهيألي ان مراته مش مبسوطه. تتفلق. دي واحده ما تستاهلوش. يا ده انت باين عليكي شايله منها قوي. قولي لي هو اتجوزها ليه؟ ما انا قلت لك يا مدحت عشان بيحبها. تصور ده حتى حته الارض اللي ورثها عن المرحوم بابا باعها عشان يدفع خلاوي الشقه اللي احنا فيها دي.
انت يا حبيبتي. وحشتينا. محدش بيشوفك ليه؟ ما انت عارفه بقى الدنيا تلاهي والامتحانات قربت والعيال العيال مجننيني. قولي لي نعم. الاستاذ موجود؟ اه موجود اتفضلي. الحقيقه انا جايه لك ومكسوفه قوي بس اعمل ايه غصب عني. خير يا طنط؟ في ايه؟ خير يا حبيبتي. اصل كمال ابني عمر ربنا ما يديكي يا رب. كمال ابني بقى في الثانويه العامه ونفسي يخش كليه كويسه فانا قلت البركه في الاستاذ حسين يا ريت يقدر يساعد عشان يجيب مجموع كويس. طب يا طنط اتفضلي استريحي وانا هديله خبر حالا. انا عارفه هو مشغول قوي اخر السنه بقى لكن البركه فيك يا حبيبتي يا ريت توصيها عليا. حاضر يا طنط. الست صاحبه العماره اللي قدامنا عايزه تشوفك. ليه؟ ما قالتليش بس ظاهر انها عايزاك في موضوع مهم. هتعوزني في ايه بس؟ يا اخي قوم شوف ايه الاول. اسمع اذا كانت عايزاك في حاجه مهمه اعملها لها ما تكسفهاش عشان خاطري. الو. اهلا ازيك يا ماما؟ رجعتي امتى؟ ها ازاي جمالات ونافع والولاد اخبارهم ايه؟ كويسين؟ طب اسمع يا ماما هكلمك بعدين. ها باي باي دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا استاذ حسين ويقدرنا على رد جمايلك. يا فندم العفو ده اقل ما يجب. ميرسي ميرسي قوي يا زينب. انا عارفه ان شاء الله ارد عليك بالافراح. مع السلامه. بالسلامه. ميرسي ميرسي قوي قوي. الف شكر يا جماعه. انا وافقت عشان خاطرك انت بس يا حبيبتي. ها مبسوطه؟ ايه اللي مبسوطه دي؟ اهو انت كده بقى تعجبني. في الدنيا حد يرفض فلوس جايله من عرق جبينه؟ معقوله؟ فلوس ايه يا زينب؟ أنا وافقت أديله درس مجاملة فقط. مجاملة فقط؟ هتدي درس خصوصي للواد كده ببلاش؟ أنت عارفة رأيي في الموضوع ده. رأيي إيه وأحباب إيه؟ هو إحنا أغنى منهم؟ دول عندهم أربع عمارات. عارف يعني إيه أربع عمارات؟ المسألة مش مسألة غنى أو فقر. أنت أكيد مجنون أو عاوز تجنني معاك. أنا خلاص طهقت. بصراحة بقى عيشتك دي ما بقتش تنفعني. عن إذنك. اعلى يا زينب مش معقول ده. اه عالي. اياك فاكر ان الكام مرطوش اللي تاخدهم كل شهر دول يفتحوا بيت. لا يا حسين فوق لنفسك قوي فوق وكفايه كده بقى. حبيبتي بس انا بس عايز افهم. بلا تفهم بلا زفت. انا ايه اللي يخليني استحمل ده كله؟ فهمني ايه اللي يخليني استحمل. حبيبتي بس ايه اللي انت بتعمليه ده مش سيبني ما افلت معلش يا سلام. يا زينب اعلى يا زينب. اعلى. انت خليت فيا عقل. انا غلطانه لا اعيش معاك لغايه دلوقتي. زينب مرات اخوكي؟ هي رايحه فين؟ تلاقيها اتخانقت معاه زي كل مره. اتفضل يا مدحت. الله مالك يا حسين؟ قاعد شايل هم الدنيا على دماغك ليه؟ ايه اللي حصل تاني يا حسين؟ ابدا حاجه هايفه زي كل مره. الدروس الخصوصية برضو؟ ايوه دي حاجة بسيطة يا اخي. وده سبب تتخانقوا عشانه؟ انت يا ميرفت بعد ما تستريحي شوية تاخدي بعضك وتروحي لها وتهديها بكلمتين وترجعيها. انا؟ لا 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 بلاش انت يا ميرفت لحسن تكسفك زي المرة اللي فاتت. طب ايه رأيك يا حسين لو اروح لها انا؟ مش يمكن تعمل لي خاطر؟ اللي تشوفه يا مدحت. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك والدة زينب مش كده؟ ايوه. يا ترى هي موجودة؟ وحضرتك تبقى مين؟ انا مدحت صاحب حسين وجاي لها في موضوع مهم. اه اتفضل. اهلا وسهلا. ميرسي. مساء الخير. مساء الفل. مدحت سليمان محسوبك نافع نافع المهلب. مهلب؟ ايوه كشاف. اه اتفضل. كشاف؟ ايوه بكشف على اللي داخل واللي خارج و مسيري ان شاء الله اكشف عليه. اتفضل. متشكر. العفو. ايه
ايه ده؟ الهواء طعمها غريب كده ليه؟ اشرب بس وانت هتدعي لي. هو احنا ما اتقابلناش قبل كده؟ ما افتكرش، لاني لسه راجع من اوروبا. انا في الحقيقه صاحب حسين من ايام الطفوله. وما لقيتش غير ده وتصاحبه؟ ده بني ادم دماغه ناشفه زي الحجر ومش عايز يتلحلح ابدا، وحاطط لي مناخيره في السماء مش عارف على ايه. ده راجل معقد عنده حقد طبقي. حقد طبقي؟ تصور انه غيران مني لاني بكسب قده 10 مرات. ودقيق على كده، ان ربيج اسكندريه عمره ما فكر يزورني ولا يجي ياخد معايا نفسين. اتاري القهوه طعمها متغير. اهلا وسهلا. زينب جاي حالا يا متحدي. انت لسه هنا يا نافع؟ ما كفيش تقوم. قاعدين يكفيكوا شر جايين. انت لسه قاعد غضبان عليا يا حماتي؟ ده انا جاي لك من اسكندريه مخصوص. كسبنا صلاه النبي. كنت خليك هناك احسن لغايه ما تسلك لي الصالون اللي ابراهيم ابني بعته لي من المانيا. ما هو ابنك ده غريب اخر قوي. في حد يبعت له هديه صالون حلاقه؟ انت اصلك طول عمرك برطه ما تفهمش حاجه ابدا. هو في اغنى من الحلاقين النهارده. حلاقي مين غيرك؟ هذا انت اللي فالح فيه. تعرف يا متحدي، انا ناويه افتح صالون البلد كلها تتكلم عنه. وناويه تحلاقي دقن مين ان شاء الله بقى؟ دقن الدقن. اهلا يا مدام. طب على اذنكم بقى، لحسن عندي تسليكه مستعجله. ما تقلقيش يا حماتي، كله نايم في الدرة. اشوفك امس. باي. متشكره يا مدحت انك جيت. على ايه يا زينه؟ ده اقل وجه، ولو اني زعلان منك لانك سبتي البيت. يا اخويا بلا بيت بلا غيط. هو صاحبك ده بني ادم؟ ما تشوف المنايل على عينه اللي لسه خارج دلوقتي معايش اختها ازاي. ارجوك يا ماما بلاش كلام في الموضوع ده، انا خلاص اعصابي تعبت. على كل حال الموضوع ده محتاج نتناقش فيه بهدوء. ايه رايك لو قعدنا في اي مكان بره البيت؟ معاك حق يا ابني، عين العقل. ايوه ماما، بس ما بسش ولا حاجه. يا اختي قومي، على الاقل تغيري جو التربه اللي معيشك فيها تسيب سلامته. اهلا وسهلا. تاخدي ايه يا زينب؟ اخد عصير برتقال. عصير برتقال واحد دراي مارتيني. حاضر. ميرسي. يا ترى عجبك المكان؟ حلو قوي. تعرف يا مدحت، انا من يوم ما اتجوزت ما دخلتش مكان زي ده. مش معقول. اصل صاحبك ما بيخرجنيش من البيت غير كل شهرين ثلاثة مرة، ويوم ما بنخرج يوديني الهرم، جنينة الحيوانات. عارف اخر مرة وداني فين؟ المتحف الزراعي. اصل حسين طول عمره متحف لوحده حقيقي. بعد ما اتجوزته حسيت اني غلطت، يا ما حاولت اغيره لكن مفيش فايدة. حسين ما كانش ليا يا مدحت. من ناحية ايه؟ من كله. ما كانش ده النوع اللي يناسبني. طيب ممكن اقدر اعرف مواصفات البني ادم اللي يناسبك؟ يعني عكس حسين خالص. حسين مش تقوم تنام بقى؟ لسه شويه. هاتي كمان ربط، شوفي لي حبات اسبرين واعملي لي كوبايه شاي. لا يا حسين، كفاية لحد كده وقوم نام، انت عندك شغل بدري. مش هيجيلي نوم. معلش قوم عشان خاطري، اقرا آية الكرسي وانت تنام على طول. انت لسه فاكرة حكاية آية الكرسي؟ طبعا يا حسين، ودي ايام تتنسي؟ كنت انت فيها ابويا واخويا وامي وكل حاجة ليا في الدنيا. كنت بتخافي من الضلمة، كنت
اقول لك ايه رايت الكرسي قبل ما تنام، وهالايام دارت وقلت لي نفس الكلمه. ولا الحواديت اللي كنت لازم تحكيها لي كل ليله. ياه الايام دي راحت فين يا حسين؟ انت فاكر يوم ما نزلت في نص الليل عشان تجيب لي ترمس؟ معرفش ايه اللي جيب بالك ليلتها تاكلي ترمس. ده انا لسه يا دوب كنت بقول نفسي في الترمس لقيتك نزلت جري. تعرف ليلتها زعلت من نفسي قوي. كانت كل حاجه بسيطه وسهله، وكان الواحد بيحس بالامان في شقتنا الصغيره القديمه. يا ريت ايامها ترجع. مش عارف يا ميرفت، ساعات بحس اني مش قادر استمر، نفسي اعمل حاجه ومش عارف ايه هي. الساعه كام دلوقتي؟ ياه دي الساعه بقت 1:30. يبقى مدحت مش هيقدر يعمل حاجه. ميرسي قوي يا مدحت، كانت سهرة حلوة قوي. ادي العيشة ولا بلاش؟ انا تحت امرك في اي وقت. تصبح على خير. تحبي اوصلك لغاية فوق؟ لا ميرسي، باي باي. مع السلامة. الو مدحت، مش معقول. اصلي ما كانش ممكن انام قبل ما اطمن عليكي واقول لك تصبحي على خير. انا ما تعودتش على الرقه دي كلها. ميرسي قوي. عملت ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا حسين. انا حاولت معاها كتير لكن مفيش فايده. ليه؟ عندها حق يا حسين، صدقني هي برضه واحده ست وبتبص للستات اللي زيها. لكن انا عمري ما قصرت في حقها، كل طلباتها بنفذها لها. هما الستات كده، لازم ترضيهم باي طريقه. يعني اسرع عشان ارضيها يا مدحت؟ محدش قال لك اسرع. اعمل زي كل الناس ما بتعمل، وانا من ناحيتي هحاول معاها مره تانيه وثالثه عشان خاطرك. اياكي يكون ذوقي عجبك. الله حلوه قوي. ايه ده كله؟ دي حاجه بسيطه. وانت يا ماما ايه رايك بقى في ما شاء الله دي؟ الله حلوه قوي دي. دي عشاني انا؟ طبعا. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي. تسلم العينين اللي نقت والايدين اللي اشترت. جميل الفستان ده قوي، هيبقى جنان عليك يا زين. عشان كده لازم اشوفه عليك الليله. ترقصي؟ ما بعرفش ارقص. اعلمك، ده سهل قوي. ما بعرفش ارقص. تعالي والله ما بعرف. تعالي تعالي بس. تسيبي نفسك ليا خالص. خليني أنا اللي أحركك. أيوة. سيبي جسمك على راحته. قربي أكتر. إيه رأيك؟ حلو.
مش قلت لك انه سهل؟ قربي اكتر اكتر. تعرف يا مدحت، انا زعلانه قوي على الايام اللي راحت. بس حسين بيحبك قوي. اخطا عليك، ما تفوقنيش. امال امال اتجوزتي ليه؟ ما اعرفش. ده ليه قدم لك شهاداته بتاعت زمان اللي كان بيطلع فيها الاول. الو. ايوه حسين، اهلا. ازيك يا حسين؟ شفتها امبارح. ايوه صباح الخير. في الحقيقه يا حسين انا تعبت معاها قوي، لسه مزرجنه، لكن انا بحاول معاها طبعا. لا 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 لا، لا في امل طبعا. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. وبعدين معاك يا زينب، الراجل هيتجنن. وبعدين معاك انت يا مدحت، عاوزني امشي؟ وده معقول؟ ده انت كنت وحشاني قوي وكنت ناوي اتصل بيكي. ما تصورش قد ايه انا اتضايقت دلوقتي، انا كنت جايه كويسه. ولا تزعلي نفسك يا ستي، خلاص انا هجيب لك حاجه تشربيها تروق دمك خالص. لا ميرسي يا مدحت، مش عايزه اشرب حاجه. لا معلش، عشان خاطري انا. اصلي كنت قريبه من هنا، قلت افوت اشوفك عامل ايه. يا ميرفت هي اللي عامله الديكور ده كله؟ ايوه. في الحقيقه ميرفت دي بنت ممتازه، انا مش عارف ليه ما خلتهاش تعمل لكم ديكورات الشقه بتاعتكم. هو الديكور ده مش عايز فلوس؟ معاكي حق. في صحتك. ادخل. احنا ماشيين يا مدحت، اي خدمه؟ لا متشكر يا صفحتك، بس لو سمحت بكره الصبح بدري علشان تخلصوا لي الصلاه. أنا خايفة أكون معطلك عن شغل. لا أبدا، أنا كنت هقوم أنام شوية قبل ما تيجي على طول. أنت بتنام هنا؟ ساعات لما بيكون في عندي شغل بعد الظهر. أصل ميرفت ما نسيتش حاجة خالص. الظاهر عليك معجب بميرفت قوي. تفتكري؟ أمال إيه الحكاية؟ كل حاجة ميرفت ميرفت ميرفت. دي عيلة صغيرة قوي، أنا ما يعجبنيش النوع ده. أمال إيه النوع اللي يعجبك؟ لازم ترجعي لحسين ودلوقتي حالا. حسين، زينب رجعت. زينب. طيب كفايه ولاد لحد كده دلوقتي. تحذف في المفاجأة دي. يا سلام يا مدحت، طول عمرك شام. ده أقل واجب يا سحس. ميرفت، وحياتك تعملي لنا اتنين شاي. تعالى يا مدحت نقعد في الفرندة شوية. فرندة؟ فرندة إيه يا أستاذ؟ روح ورا مراتك. بس روح ورا مراتك. اجري يا سحس.
قدرت تستغني عني المده دي كلها. اما انا محضر لك حته دي مفاجاه هتفرحي لها قوي. بصي يا زينب، شوفي، خديهم كلهم من هنا ورايح. هاتي كل اللي نفسك فيه واعملي كل اللي انت عايزاه. اما انا كنت عبيط بشكل، الفلوس نازله عليا زي المطر. تصوري اكتر من 500 جنيه في الشهر. زينب، انت لسه زعلانه مني؟ هو مدحت مشي؟ تلاقيه قاعد مع ميرفت في البرندة. ما تتصوريش انا بحب مدحت ده قد ايه. يا ريت ميرفت تكون من نصيبه. ده اللي كان لازم يحصل من زمان. اللي هو ايه؟ اللي عمله حسين. دلوقتي بس ابتدى يعجبني. عشان الدروس يعني؟ انا متاكده ان حسين عمل ده غصب عنه عشان يرضي زينب. يعني انت مش موافقه؟ انا ضد الانسان انه يعمل اي حاجه مش مقتنع بيها، خصوصا عشان الفلوس. الفلوس في رايي يا مدحت وسيله مش غايه. كده طبعا اذنك بقى. ما بدري يا مدحت. على فكره قبل ما انسى، عملت ايه في الستاير اللي هتركبيهم؟ هبقى افوت عليك بكره اوريك عينات. ما تنسيش تبقي تسلمي لي على حسين. ما تتصورش انت وحشاني قد ايه يا زينب. انا عارف انك لسه واخده على خاطرك مني، بس انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعارفه اني ما اقدرش استغنى عنك. أرجوك يا حسين، أنا تعبانة وعايزة أنام، سيبني دلوقتي. ألو؟ أهلاً يا روحي، إزيك؟ أنت كمان وحشاني. ما عندكش فكرة الليلة اللي فاتت اتعذبت قد إيه؟ على كل حال، أنت السبب في ده كله. أنا ما كنتش هرجع له أبداً. هكون عندك بعد ساعة، أوكي؟ باي باي. بس الأول عايزك. ميرسي قوي يا ميرفت. أنا مش عارف أشكرك إزاي. إيه دول؟ أنا عارف إنه شوية، بس دي حاجة رمزية. مدحت أنت بتقول إيه؟ ما أنت خلاص دفعت أجور العمال وثمن الخامات كلها. بس دي أتعابك أنت. أتعابي؟ اخسى عليك يا مدحت. أنت نسيت إننا إخوات ولا إيه؟ لا ما نسيتش. بس انت كمان تعبتي معايا. خلي الفلوس دي معاك. التصميم ده هديه مني ليك يا مدحت. ودلوقتي اي خدمات؟ ميرسي يا مدحت. ميرسي قوي. طب باي باي بقى يا مدحت، احسن انا اتاخرت قوي. هبقى امر عليك يوم تاني اخد مقاسات الحمام. مع السلامه يا مدحت. الله يسلمك.
ايه ولا حاجه. مدحت انت لازم تبقى تشوف مكان تاني نتقابل فيه غير هنا. ها فعلا. مدحت مدحت. ايه نقول مبروك. الله يبارك فيك. جيد جدا برضه. لا امتياز مع مرتبه الشرف. يا ترى فكرت في الكلام اللي قلته لك؟ مدحت انا عايز اسال سؤال، انت ليه مصر ان اشتغل معاك؟ لاني مش عاوز اي حد. انتم ليه كده مش عايزين تقفوا جنبي طول عمري وانا بحبكم وبثق فيكم؟ ده انا حتى اول ما رجعت من بره ما سالتش على اهلي ودورت عليكم انتوا. واحنا ما بنبعدش عنك، لكن يمكن طريقه تفكيرك هي اللي مخلياني متردده. يا ستي انا مستعد اغير كل حاجه، طريقه حياتي، اسلوبي في التفكير، مستعد يا ستي ابقى بني ادم تاني خالص. ياه وليه ده كله؟ لاني محتاج لك. مدحت أقول لنفسي مبروك؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه، لكن أرجع وأقول طول عمرك دكاش. أنا مفيش حاجة بيني وبين مرفت. أمال إيه إصرارك على إنها تشتغل معاك؟ أنت أصلك عبيطة مش قادرة تفهمي أصول اللعبة. لازم تعرفي إن وجود مرفت معايا في المكتب هو أحسن حاجة نغطي بيها علاقتنا. وإحنا هنفضل نغطيها لحد إمتى؟ أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل الوضع ده. أنت إيه؟ ما بتغش من حسين؟ كنت بس دلوقتي خلاص. إيه رأيك في الفرج ده؟ زمان كان ممكن حاجة زي دي تبسطني، دلوقتي لا. أنا عايزاك أنت يا مدحت، مش عايزة حاجة تانية. ما هو أنا ليكي، محدش هيقدر ياخدني منك. أهو كلام. مش عارفة ليه يا مدحت أنا خايفة. ألو؟ إيه ده يا مدحت؟ أنت ليه ما جيتش لغاية دلوقتي؟ في ناس مستنيينك. طيب يا ميرفت نص ساعة بالكتير وهكون عندك. مع السلامة. أنا آسف يا زينب لازم أمشي دلوقتي علشان في ناس مستنييني في المكتب. ناس ولا ست وحشتك وعايز تروح تشوفها؟ وبعدين معاك يا زينب ده شغل مش لعب عيال. اسمع يا مدحت إحنا لازم نشوف لنا حل، وحل سريع لحياتنا مع بعض. أنا بصراحة ما أقدرش أستمر على الوضع ده. يعني تقدري تقولي لي انت عاوزه ايه بالظبط؟ اتطلق. طيب طيب طب بس اقعدي دلوقتي، انت يظهر اعصابك تعبانه. انا اعصابي تعبانه من حياتي معاك، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. وطي صوتك، الاولاد بره لما يمشوا نبقى نتفاهم. مفيش تفاهم ولا زفت، طلعني دلوقتي حالا. طيب افهم ايه بس اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. امال عايز تطلقي ليه؟ مش قادره اعيش في البيت ده، ده ما بقاش بيتي بقت مدرسه. مش ده كان طلبك يا ست هانم؟ مش انت اللي صممتي اني ادي دروس خصوصيه؟ مش انت اللي عايزاني اجيب الفلوس باي طريقه؟ خلاص ما بقتش تهمني دلوقتي الحاجات دي. امال ايه اللي بقى يهمك؟ اللي يهمني دلوقتي الطلاق، عاوزه اتطلق. بعد ايه؟ بعد ما استحملت قرفك وضحيت واتنازلت جايه دلوقتي تقولي لي طلقني ومن غير سبب؟ ما بحبكش، مش طايقاك، بحب واحد تاني يا اخي. خلاص عرفت السبب؟ يا مجرمة يا سفلة ازاي تقولي لي كلام زي ده؟ هي دي الحقيقة. ايوه بحب واحد تاني. مين هو؟ اتكلمي مين هو؟ مش مهم انك تعرف، مالكش دعوة. امال مين اللي له؟ يكون في علمك لا هطلقك ولا هتعذب هنا تاني، هسيبك كده زي البيت الوقت. وانتوا الاخرين يلا مفيش دروس بعد كده، مش عايز اسمع حد من كل تاني. يلا Thank you.
الله يبارك فيك. فكرة مشروعك عظيمة، والنتائج اللي وصلت لها لحد دلوقتي يا مدحت هايلة. أنا بفكر إن شاء الله أوسع المشروع، والمرحلة الجاية هفتح فروع في المحافظات الكبيرة. في الحقيقة أنا معجب بيك يا مدحت، معجب بنشاطك وأفقك الواسع، بس أنا شايف إن في حاجة لسه ناقصاك. إيه هي؟ الواجهة. رجل الأعمال منا محتاج الواجهة. أنا معاك إن الجواز في حد ذاته دمه تقيل شوية، إنما الواجهة الاجتماعية مهمة جدا في المجال اللي زي ده. تعرف يا مدحت، الجو الأسري بيدي الإحساس بالثقة. يعني لما يكون معاك مراتك ممكن تدخل أي مكان، تعزم تتعزم، وهو هو ده المجال بتاع الصفقات اللي زي دي. عرفت بقى إن وشك حلو عليا، وإنه كان عندي حق إن أتمسك بيكي. هترجع للبكش تاني؟ لا يا مرفي، حقيقي من يوم ما اشتغلتي معايا وانا حاسس ان كل يوم بتغير عن يوم. يا ترى للاحسن ولا للاحسن؟ طبعا. بصراحه يا مدحت، انا في الاول كنت خايفه وما كنتش مرتاحه ان اشتغل معاك. ليه؟ ما اعرفش، يمكن فكرتي القديمه عنك وعن شقاوتك. ولقيتي لحد دلوقتي المسائل ماشيه كويس، بس على الله تستمر. الله، مالك يا حسين؟ ايه اللي مقعدك في الضلمه كده؟ ابدا. اتخانقتوا تاني؟ بس المره دي مش زي كل مره. يعني ايه؟ طردتها من البيت ومش هترجع له تاني. الله، طب ده انت خلاص حققتلها اللي هي عاوزاه. حاجه غريبه قوي الستات دول. عاوزه ايه تاني؟ طلبه الطلاق يا سيدي. الطلاق؟ ايوه. طب ليه؟ الست هانم بتقول لي انها بتحب واحد تاني. مش معقول. هو ده اللي حصل. ما قالتلكش مين ده؟ ما رضيتش. وانت بتصدق الكلام ده برضو يا حسين؟ هو معقول واحده ست تقول على نفسها الكلام ده؟ فعلا، تلاقيها بس بتغيظك يا سحس. لا يا جماعه، زينب فعلا اتغيرت، ما بقتش زي الاول. بصراحه بقى يا حسين، زينب دي زودتها قوي. دي انسانه مش مناسبه ليك ابدا. مش كفايه انها ما بتخلفش؟ اخلص منها يا حسين وريح نفسك. حسين، انت لازم تتجوز واحده تانيه وتخلف وتعيش حياه طبيعيه زي بقيه الناس. طلقها واخلص يا حسين. لا، بعد كل اللي حصل ده ولسه بتحبها؟ بالعكس، أنا بقيت أكرهها. تعرفي أنا مش عايز أطلقها ليه؟ عشان عايز أذلها، عايز أخرب حياتها زي ما خربت حياتي. إيه اللي جابك واخري كده؟ أنا هنا من بدري. كنت فين؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ أنت اتجننتي؟ إزاي تقولي لحسين إنك على علاقة بيا؟ أنا ما قلتلوش إن أنا على علاقة بيك. قصدي على علاقة بواحد غيره، ده كلام؟ وهو ده مش صحيح؟ سكت ليه؟ يا زينب افهميني، اللي بتعمليه ده مش في مصلحتنا. يمكن مش في مصلحتك انت، لكن في مصلحتي انا. يعني ايه؟ مدحت، انا انسانة وبحبك، خلاص مش قادرة استحمل اكتر من كده، انت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بس يا زينب؟ حسين مش هيطلقك، صدقيني يا زينب، ده انت لو شفتي حالته النهاردة. ده النهاردة، لكن بكرة انا واثقة انه هيغير رأيه. سيبنا نتصرف، ما تشيلش هم. اهلا استاذ نافع. اتفضل. تو سنكرتو ولا ايه؟ انا اصلا رحت لك المدرسه لقيت اخرى مسنكره. وبطلتوا التعليم وسنكرتوا؟ لا بطلنا ولا حاجة، بس اليومين دول اجازة نص السنة يا استاذ نافع. اه والله صحيح، انا الاخر قلت ايه، هما جابوا ترفه بدري ولا ايه؟ الظاهر انك مبسوط حبتين. اوي اوي اوي. هناخد منها ايه يا سحس؟ بنصبح؟ ما بشربش الحاجات دي. ما
ما هتشرب انت يا راجل؟ عفر، خلي القعده تحلو. اي خدمه يا استاذ نافع؟ انا جاي لك، ما تستعجلش عليا، اعمر الطاسه الاول. ولو انها معمره على طول. ما هو باين. اسمع يا سحس، عارف انا بحبك ازاي وبدافع عنك عند حماتك قد ايه ومن ورا ظهرك. انا عديلك صحيح، لكن لما عرفت ان زينب النهارده عايزه تتطلق تجالك الفرج يا سحس. والله يا راجل انت ربنا بيحبك، دي انفاس بتنفس. لا دي ناس مضروبه بعيد عنك، دول نسايبه وانا عارفهم، وبصراحه كده كان رايي من الاول ان دي ما تنفعكش. بس انا انت يلزمك واحده متريشه تقف جنبك، مش واحده تشيل على كتافك رايح جاي. اسالني انا، انا اعرف واحد صاحبي حبيبي زيك كده يا سحس، دم على واحده عندها كام عماره، فضل يزن على ودانها لحد ما اتجوزها. سبحان الله يا اخي، انفاس. كان جربان وحياتك يا سحس. تعال اشوف دلوقتي يا اخويا عقبه مالتك، عمارات ايه وفلوس ايه وقبايه ايه وايس كريم ايه. هي دي الشطاره استاذ نافع. مش عاجباك حكايه العمارات دي؟ بلاش يا سيدي، واذا كانت حكايه التعليم دي معلقه في مخك قوي، خلاص نشوف لك واحده عندها حضانه أو مدرسة خاصة، وتبقوا أولاد كار واحد واتكار كارو. أستاذ نافع، أنا مش هطلق. تصور أنا لما قالوا لي الكلام ده ما صدقتش. لا صدق. إيه يعني؟ بتحبها؟ ولا انت من انصار المثل اللي بيقول خدوهم فاره واشحتوا سوا؟ استاذ نافع من غير لف، انا مش هطلق ومش هرجعها البيت تاني. غريب، يعني ايه؟ ناوي تسيبها كده زي العربيه اللي عليها قرار جمركي؟ والله دي حاجه تخصني انا. طب واذا كانت بتحب واحد غيرك وغني؟ تقف في سكتها ليه يا اخي؟ حرام عليك يا اخي، حرمت عليها عشتها، دي انسانه خاينه، وانا هعرف ازاي اربيها. فاهم بالعقل ده؟ انا بقول عليك راجل طيب ومخك كبير، اذا ما كنتش قادر تعيشها زي ما هي عايزه طلقها يا اخي. والله انا ما كذبتش عليها من قبل ما نتجوز وهي عارفه ظروفي كويس. ايوه بس ظروف بتتغير وبني ادمين كمان بيتغيروا. انا مثلا لو عايش بمرتبي بس كنت طلقت من زمان، لكن الفهلوه والتهليب هم اللي معيشين لحد دلوقتي انا واولادي. استاذ نافع، انت لص وحقير ومرتشي. الله الله الله، شيوعي بقى حضرتك، من الناس الهدامين اللي مبوظين عقول العيال في المدارس. اخرس، اسمع من انا الكلام المفيد بقى. انت متجوزه من امتى؟ لو حسبنا اكلها ولبسها وشربها طول مده جوازكم هيطلع قد ايه؟ 1000 2000 10000. طلقها يا سيدي وانا جيبي سداد. مش طلع بره. الله 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 الله، الله 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 الله، انت بتطردني يا سحتوت؟ واطرد اللي خلفوك كمان. كمان؟ اطلع بره قبل ما نجس ايدي واضربك. هتضربني؟ تظهر عليك ما تعرفش مين نافع نافع المهلب. اطلع بره. ان ما ربيتك وقدمت فيك شكوى لوزير التربيه والتعليم ما بقاش انا نافع. يا شيوعي بره. مد مد، الظاهر عينك اتاخرنا. الله، هو كان رايق مد؟ هي القضية اتنظرت ولا ايه؟ مع الأسف الشديد، القاضي رفض الدعوة. ليه؟ لعدم كفاية الأدلة. هو ده القاضي. ده؟ يا سعادة البيه، يا سعادة القاضي. نعم، في حاجة؟ محسوبك نافع نافع المهلب. المهلب؟ أيوه، كشاف جمركي تحت أمر سعادتك. إيه عايز إيه؟ أي خدمة يا سعادة البيه، ما عندكش حاجة في الجمرك. عربية، تلاجة جاية من بره، بوتاجاز أرسطن. أنت راجل أنت إيه؟ أنت مجنون؟ امشي. ها؟ امشي طيب.
إن ما دبيتك شكوى عند وزير العدل ما بقاش أنا. أكيد القاضي ده شيوعي. مش قلتلك؟ أديكي خسرتي القضية. ما يهمنيش، هرفع قضية تانية وتالتة. وهتخسريهم برضو. حسين إنسان عنيد. أنا متربي معاه وعارفه كويس. واللي في مخه لازم ينفذه. حسين مش هيسيبك إلا لما يبهدلك وينتقم منك. ما يهمنيش حسين. أنا يهمني أنت يا مدحت. مدحت، ما تيجي نسافر ونسيب البلد. نسافر نروح فين بس يا زينب؟ إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ نروح أي مكان، نبتدي تاني في أي حتة. مدحت أنا بحبك أوي، مستعد أعمل أي حاجة عشان خاطرك. وشغلي ومستقبلي ومشاريعي اللي هنا. ثم أنت نسيتي إنك ست متجوزة ولا إيه؟ ده أنت حتى لو حاولت تسافري لازم تاخدي موافقة الزوج الأول. أنت نسيتي قوانين البلد؟ والعمل. بصراحة زينب أنا مش عارف أقول لك إيه. حياتنا كل مادة تتعقد. أنا حاسس إننا في سجن. بس للأسف إحنا اللي دخلناه برجلينا. اخسى عليك يا مدحت. دلوقتي بقت علاقتنا سجن. ما أنت شايفة بنفسك أهو. مش قادرين نعيش حياة طبيعية زي كل الناس. اتنين هربانين. لا قادرين نخرج ولا نتفسح ولا نظهر قدام اي حد. عايشين تملي في خوف وقلق. حياتنا بقت في العوامه دي وبس. على كل حال انا هتصرف ولا يهمك. لازم هلاقي حل. مش عارف. على العموم لما ارجع من بورسعيد نبقى نتكلم. انت مسافر؟ ايوه. عندي شغل هناك. عندك حق. اهو على الاقل نغير الجو اللي احنا فيه ده. انت بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ تسافري معايا ازاي؟ انت ناسيه انك على ذمه راجل؟ طب ويجري ايه يا مدحت؟ هو مين هيعرفنا هناك؟ مين؟ اخت جوزك بس. هي معرفت مسافرة معاك؟ طبعا. ولا انت نسيتي كمان انها بتشتغل معايا؟ قلتلي انت بقى صاحبها معاك هناك عشان يخلالكوا الجو مش كده؟ انت بصراحة بقيتي فظيعة وعصبية زيادة عن اللزوم. هي معرفت اخبار الشحن ايه؟ كله تمام. رجعت الكشوف. المعدات مظبوطة. هايل. طب يلا بينا. يا سلام. تعبت النهارده؟ ها؟ يعني ممكن اسالك سؤال؟ من حقك يا عم. انا بتكلم جد. ومين قال لك اني بهزر بس؟ ايه رايك فيا؟ تاني يا مدحت. ميرفت ارجوكي ما تحوليش الموضوع لهزار. أنا بقالي مدة عاوز أكلمك في الموضوع ده وخايف. من إيه؟ منك. ياه، للدرجة دي أنا بخوف؟ ميرفت، أنا بحبك وعاوز أتجوزك. قلتي إيه؟ مدحت. فكري على مهلك يا ميرفت. بلاش تقولي رأيك دلوقتي. لكن تأكدي إني فعلا حبيتك ومحتاج لك جدا. بتتكلم جد يا مدحت؟ عمري ما كنت جد زي دلوقتي. ميرفت، أنا أول ما قربت منك حسيت إني لازم أتغير. وفعلا حاجات كتير جوايا اتغيرت. يعني مفيش شقاوة من هنا ورايح؟ خالص. بس في حاجة عاوز أقولك عليها. قول يا مدحت. أنا كان ليا علاقة بواحدة قبل ما أعرفك. كانت ست متجوزة. لكن خلاص كل حاجة انتهت. قلت ايه؟ انت طول عمرك بكاس. لكن صدقيني المرة دي لا. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي قوي. مالك؟ لا ابدا، بس تعبان شويه. مصر في حاجه حصلت؟ هيحصل ايه بس يا زينب؟ شكلك كده مش عاجبني. امسك زينب. انا لازم اتجوز. اخسى عليك، وقعت قلبي. ما هو ده املي انا كمان. اصبر شويه هنتجوز. مستحيل يا زينب، احنا بقالنا شهور بنحاول لكن مفيش فايده.
قصدك ايه؟ حسين مش هيطلقك، هي دي الحقيقة. يعني ايه؟ انت عارفة ان شغلي ابتدى يكبر في السوق وبقى لي اسم، واحد زيي لازم يبقى له وضع اجتماعي، يعني لازم اكون متجوز. زينب انت عارفة انا بحبك قد ايه، وعمري ما حبيت حد غيرك، واذا كنت هتجوز فده عشان شغلي وعشانك انت كمان. عشاني؟ ايوه يا زينب عشانك انت صدقيني، وخصوصا لو عرفتي هتجوز مين. ميرفت مش كده؟ ايوه. ايه رايك؟ كنت حاسه. وهنفضل مع بعض، علاقتنا هتفضل زي ما هي. صدقيني يا زينب انا فكرت كتير، هو ده احسن حل، انت ترجعي لجوزك وانا اتجوز ميرفت، وساعتها ما حدش هيشك فينا. اخ يا سافل يا نجل، مش كفايه فضلت ورايا لغايه ما سبت بيتي وجوزي، ودلوقتي عاوز تعملني زي واحده مامس؟ زينب قدري موقفي انا كمان. طب اعمل ايه؟ اوه عليك. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ يكون في علمك لا هطلقك ولا هتعذبي هنا تاني، هسيبك كده زي البيت اللي وقف. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ لسه هنا؟ مش عاوز تعرف انا كنت عايزه اتطلع عشان مين؟ قلتلك ما يهمنيش. حتى لو عرفت انه مدحت؟ لا لا، ما لقيتيش غير مدحت توسخيه، طول عمرك حقيره وحقوده. وانا زي التايهة مش عارفة اعمل ايه. مدحت انا لازم اشوفك حالا. ارجوك يا زينب بلاش نتقابل اليومين دول. ليه يا مدحت؟ يا حبيبتي انا فهمتك على كل حاجة، انا كل غرضي ان علاقتنا تستمر ومحدش يشك فينا. طيب يا مدحت انا هبقى اكلمك تاني. صدقت؟ يا كلب يا مجرمة، انت السبب في ده كله. انا لازم اقتلك، انا لازم اقتلك. أحقر إنسانة شفتها في حياتي. معاك حق، بس ده كلام فات أوان وخلاص. اسمع يا حسين، إذا كان الحب ما قدرش يجمعنا يبقى الكره هو اللي لازم يجمعنا. الكره كلمة قليلة قوي على اللي بحس بيه ناحيتك. أنا كمان بكره نفسي وبكرهك، بس بكره مدحت أكتر، وأنت كمان لازم تكرهه. اسمع يا حسين، انا بفكر في خطه ننتقم منه احنا الاثنين، وتطلع انت زي الشعره من العجين. انا هدبر معاه ميعاد وانت تفاجئنا وتقتله وكانك كنت بتدافع عن شرفك، وبكده تنتقم انت منه وانتقم انا لنفسي. انا هسيبك تفكر يا حسين، فكر كويس وانا مستنياك. Thank you.
مدحت جاب لي ايه؟ على فكرة ده بيسلم عليك قوي، وكان عايز يطلع معايا لولا انه مرتبط بميعاد شغل. ميرفت، انا عايز اسألك سؤال. انت بتحبي مدحت؟ طبعا يا حسين، ولا ما كنتش وافقت على الخطوبة؟ وهو كمان بيحبك؟ انا عارفة انت عايز تقول ايه. مدحت كان صريح معايا وحكالي على كل حاجة. حكالك على ايه؟ مدحت زي اي شاب، كان له علاقات، ده حتى كان يعرف واحدة متجوزة، لكن من يوم ما خطبني خلاص قطع علاقته بيها. وعرفت منين انه قطع علاقته بيها؟ صدقني مدحت اتغير، بقى بني ادم تاني خالص يا حسين. فعلا بقى بني ادم تاني خالص. الف الف مبروك يا جماعه. انا في الحقيقه مش قادر اعبر عن سعادتي انكم رجعتوا لبعض. اكتشفت انا وزينب اننا ما نقدرش نستغنى عن بعض، عشان كده كان عندي امل انكم هتعقلوا وتبطلوا لعب العيال الصغيره ده. احنا تعبناك قوي يا مدحت، مش عارف من غيرك كان هيحصل ايه. صحيح الصديق المخلص عملة نادرة قوي اليومين دول. علشان كده يا صديق المخلص ده عايز يخلص بقى ويكتب كتابه بسرعة. هو مستعجل على ايه كده؟ انا اصلي عايز افرح بيكو، ده انا حتى ناوي اعمل لكم فرح ما اتعملش قبل كده. عايز الناس كلها تتكلم عن الفرح ده، خصوصا الجرايد. سمعته النهارده كان بيديها ميعاد بالتليفون.
عشان تقابله. يا شيخة تلاقيه كان بيزحلقها. على العموم انت لازم تعرفي ان العلاقات اللي زي دي مش من السهل انها تنتهي بين يوم وليلة. بس مدحت اكد لي ان علاقته انتهت مع الست دي. مش عارف اقول لك ايه يا مرفت، لكن على اي حال انا مش عايزك تتسرعي. حكيم عقلك، ما تخليش عواطفك تخدعك زي ناس كتير اعرفها. قبل ما تتجوزي مدحت لازم تتاكدي اذا كان بيحبك حقيقي ولا لا. الميعاد يوم الخميس الساعة 8. تاني مرة ما تبقيش تكلميه في المكتب، لأن ميرفت خدت بالها. أنت ناسي إن مفيش مرة تانية بعد كده؟ خد ده مفتاح العوامة، اعمل مفتاح زيه. هكون عنده يوم الخميس الساعة 8. 8:30 تفتح وتدخل علينا ومعاك مسدسك. هتلاقينا في حالة تلبس، وبكده يبقى قدامك الفرصة انك تقتله وانت مطمن. ده انا دخت عيل حد بلاقيه، ده ماركه قديمه قوي. على فكره يا زينب انا مش مطمن للي انت بتعمليه ده. هو ده الحل الوحيد. الاتنين خربوا حياتي ولازم يدفعوا الثمن. مدحت لازم يموت وحسين يقضي بقيه حياته في السجن. ثمانية ونص بالظبط، اوعى تتأخر. ايه
اهلا يا زينب. ايه يا ستي الحاجه المهمه اللي انت عاوزاني فيها؟ في العوامة اللي جنبي، أنا خايفة تكون جريمة قتل. العنوان؟ شارع النيل عوامة نمرة 9. بس احنا ما اتفقناش على كده يا مدام. كنت عاملة حسابك لكل حاجة إلا حاجة واحدة بس، هي دي اللي فاتتك، إني شكيت فيكي من أول ما رجعتي للبيت. عارفة شكيت فيكي ليه؟ لأني مش ممكن أثق في زوجة خاينة. كنت فاكرة انك ممكن تنتقمي من عشيك على حساب حياتي، بس انا كنت صحيلك وكنت براقبك طول الوقت، وشفتك لما غيرت المسدس واخدت الالم. على اي حال، المسدس اللي انت استعملتيه ده مش بتاعي، ده مسدسك انت اللي عليه بصماتك من يوم ما اشتريتيه. حسين، انت فهمتني غلط. والقلم ده رمز النجاح والنظافة، ما كانش يصح تدخليه في لعبتك القذرة دي. مسدسي اهو نظيف زي ما هيفضل نظيف طول عمره. ها قلتي ايه؟ لحد هنا كفايه. كده مظبوط، قتلتيه وانت خارجه، كان لسه في نفس قتلك وريحتوا العالم منكم. اتنين وسخين خلصوا على بعض. على اي حال، انت ما خسرتيش حاجه مهمه، ده مجرد حادث مر في حياتك ولازم تنسيه. يلا بينا.